السيد أحمد مظهر سعد، أهلا وسهلا بكم. هل التعاون اليوم بين القوتين الروسية والإيرانية في سوريا جاء للاستفادة من أجل توسيع نفوذ هاتين القوتين، أم جاء على حساب الولايات المتحدة الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الغربيين؟ كل التحية لكم وللمشاهدين جميعا. أنا باعتقادي أن المسألة بالأساس هي لم يكن هناك شراكة أو تعاون بين الروس والإيرانيين سابقا، لكن مع ولوج الروس في أواخر 2015 في الوحل السوري إن صح التعبير، وهذا التدخل المباشر أدى إلى أن يكونوا بالتوازي والتساوق مع الوجود الإيراني، ومن ثم فكان لابد من تعاون ما. هذا التعاون يثمر عن علاقات ما في إطار الجغرافيا السورية. طبعا هذه كلما اتسع شق الخلاف بين الأمريكان والروس يزداد البعد باتجاه أكثر تعاون مع الإيرانيين، وطبعا الإيرانيين هم أساسا يأتون إلى سوريا وهم أصحاب مشروع فارسي طائفي للمنطقة، بينما الروس جاءوا من أجل مصالحهم للوصول إلى هيمنة والوصول إلى المياه الدافئة، وبالتالي ليس هناك توافق على المشروع الفارسي إن صح التعبير. لكل له طريقته بالتعامل ومصلحته في الوجود السوري. طبعا أنا كما قلت الفترة الأخيرة يتسع شق الخلاف مع الأمريكان، وبالتالي يتسع شق التعاون بين الإيرانيين والروس، ولكن أنا بتصوري لن يكون في الواقع السوري أي خلاف كبير وجذري بين الروس والأمريكان في المنظور القريب على الأقل، لأن الخلاف في أوكرانيا لا يعني الخلاف في سوريا. هناك بالأساس توافق وتفاهمات موجودة منذ أيام أوباما بين الأمريكان والروس في الجغرافيا السورية، ومن ثم لو أن الأمريكان كانوا جادين بالتعاطي فيما يريدون لإخراج الروس أو الإيرانيين لكان حصل ما حصل، لكن حقيقة هناك توافقات وتفاهمات، وبالتأكيد من يجمع هذه التفاهمات والتوافقات هو الوجود بالجوار السوري، الوجود الإسرائيلي. الأمن الإسرائيلي هو مهم بالنسبة للأمريكان، وأيضا هو مهم بالنسبة للروس، وبالتالي الإيرانيون أيضا لا يعني يقفون في مواجهة المصالح الروسية والأمريكية في هذه المنطقة. لذلك باعتقادي أن القضية اليوم هي تفاهمات جديدة أكثر اتساقا واتساعا نتيجة الخلاف الكبير بين السياسات الأمريكية الغربية والسياسات الروسية في أوكرانيا وليس في سوريا. في سوريا يختلف الوضع طبعا. نعم.